على هذه الأرض ما يستحق الحياة. ربما كانت هذه الكلمات المعدودة من درويش هي الإلهام الأول الذي دفعني للتقدم لتجارب الأداء في أربايدي. أربعة نعم، أحسنت جدا جدا جدا. أحيان كثير تأخذك الدنيا ومشاغل الحياة بعيد عنك وبعيد عن أحلامك، بعيد عن حلم الطفول الصغير. ولكني دائما أقول الذي يفقد الدهشة يفقد المعنى الحقيقي لوجوده. أرب آيدل كان بمثابة الدهشة التي أعادتني إلى ذلك الحلم الطفولي. أنا بطلب منك أن تنقل على لبنان للعروض المباشرة. أتمنى أن أكون نموذج مشرف لأهلي ونفسي وبلدي. يشرفني دعمكم على الرقم 4. أنا بندر مجري من المملكة العربية السعودية.